كمان قصة منتشرة على السوشيال ميديا لفتت انتباهنا، وبعيدا عن انها حصلت ولا لا، بس فكرتها عجبتنا الصراحة، وقلنا ان احنا نتناقش فيها معاكم على الهواء. القصة عن مدرسة قررت انها تشجع الاطفال على حلمهم، وسألت كل واحد نفسك تكون ايه لما تكبر، إيه اللي قال لها مهندس، في قال لها طيار، قال لها دكتور. المهم هي جمعت الاطفال اللي عايزين يكونوا مهندسين مع بعض، واللي عايزين يكونوا دكاترة مع بعض، وبدأت تخليهم قريبين من بعض وتنادي عليهم بالألقاب دي. العقاب لأي حد منهم يكون إنها تسحب اللقب ده وتبعده عن المجموعة بتاعته. من هنا الأطفال بدأوا يحسوا بالغيرة من بعض، بدأوا يذاكروا ويهتموا بدراستهم عشان يحققوا حلمهم. انت رايك ايه في الفكره دي؟ والله بصي، انا شفت البوست ده، هو موجود على السوشيال ميديا، وبيقال ان دي مدرسه في اسكندريه. يعني احنا حاولنا نتكلم عن المغزى من الموضوع. فكره الضرب بالخرزانه والماده على الرجلين ده حاجه خلاص عفى عليها الظهر، والضرب مش اسلوب تربوي لا في المدرسه ولا في البيت ولا في اي حته، لانه في الاخر انت بتتعاملي مع طفل، احنا يعني بنكون وبنبني شخصيه. كل مره الطفل ده او الطفله هيتضرب فيها، اعرفوا انه بيفقد حته من كرامته، حته من انسانيته، حته من ادميته، وحته في حته هيكبر هيبقى معدوم الشخصيه وامعه ومنساق ومنبطح ومنسحق وملوش اي، خلاص انت طمستي هويته، دمرتي ملامحه الانسانيه. فهو اتعلم انه يا اما يقول ايوه نعم طيب حاضر، يا اما يتضرب خلاص. هو المايند سيت او التركيبه الذهنيه هو اتعود على كده، فهيكبر هيبقى هذا الشخص معدوم الشخصيه اللي مش هيحقق في حياته اي نجاح. هي هنا لعبت على الحلم. الحلم النهارده انا بقول لك يا دكتور، وانت لسه مش شبتش بالارض، يعني لسه شبر ونص، بقول لك يا دكتور بكره انت ما عملتش اللي عليك فلا تستحق اللقب ده، فهيتاثر نفسيا. انا حلمي بيروح مني. فتعلم ان هو يفضل ورا حلمه ويتعب عشان حلمه ويسعى ويخاف عليه لا يضيع منه. وهنا هي حطت قاعده مهمه جدا جدا، مهمه ان احنا نحطها لاولادنا سواء في البيت او في المدرسه. فالمدرسه دي كل التحيه والتقدير أنا ليها، شايفاها جميله، انا شايفاها فكره حلوه جدا، كرييتيف قوي، بس ايه يعني حساسه برضو شويه، ان لازم نتعامل معاهم برفق شويه، ما تبقاش الموضوع لو ما عملش حاجه خلاص امشيه، يعني فيها سنس كده شويه ان ايه ابقى بالراحه عشان ما فاهمه، يعني ما بقاش لا خلاص انت طلعت من الجروب بتاع الدكاتره، او طلعت من الجروب بتاع مثلا لاعبي الكوره، او طلعت من الجروب بتاع المهندسين او وات ايفر. لازم يبقى ايه بسنس شويه، مش ما اكونش حازمه قوي فيه عشان برضو ما يتعقدش. عايزه ايه سنس.